سبحان الله. كتب الوالد سيد ساشم السيد احمد رفاع الوزير نائب شيخ الطريقه رفاع الصوفيه من كل بلاد، هذا يمكن من باكستان، سيد الاولياء سيد احمد كبير الرفاعي عليه الرحمه، تاليف فضيله الشيخ جلال الدين الامجدي عليه الرحمه، ترجمه العربيه الدكتور ممتاز احمد السديدي الازهري، مؤسسه الرفاعي بلاهور باكستان. الوالد سبحان الله هو السيد، لا خلى عرب ولا عيال. اي والله مؤسسته نفس بنغلاديش، كنا شرح بدرسه بالمنصوريه، والوالد مجدد لطريقه. المهم فتحت صفحه لقيتها ما هو التصوف، سمعوا، ليس من التصوف احبوني ولا اكرموني ولا زوروني، ما وقف على باب اهل الدنيا رجل كامل معرفه، الانس بالخلق انقطاع عن الحق، من اعتز بغير الله دل، ومن حرم درجة اليقين سقط من مراتب المتقين، ومن انقطع لله وصلى. قولوا آمين. وهذا أبو يعقوب الرفاعي والله سيد الأولياء، ترجمة صادقة لحاسيس المؤلف شاعري وتجاهه شخصية إمام أحمد كبير رفاعي تعليم، إذ أنه قال زيارتي إلى زاوية رفاعي من الهند، أطلع على أول مرة تعليم الإمام رفاعي، تأثر بها وعبر عن حبه وتقدير الإمام رفاعي في تأليف كتيب تحت عنوان سيد الأولياء، وعندما طلع الداعية الإسلام الكبير فضل الشيخ سيد يوسف هاشم سيد أحمد رفاعي حفظه الله تعالى هذا الجلد، مشكور مؤلف هندي أراد أن يقدم للمسلمين عرفة، طلب من الدكتور ممتاز أحمد السديدي الأزهري أن يترجم هذا المجهود العلمي إلى اللغة العربية، خامر رجل مشهور بالمهمة خير قيام، والله تعالى يطيب بقاء سيدنا الشيخ السيد والسيد هاشم الرفاعي بالصحة والعافية، ينفعنا به وجميع المدخلين المسلمين. قولوا آمين. صلى الله على سيدنا محمد رحمه الله.